سبحان ربي العلي الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يا ربنا يا الله، يا ربنا يا الله، يا ربنا يا الله، اغفر لنا ولإخواننا يا رب يا الله، اغفر لنا ولمريدين مولانا الشيخ، اغفر لنا ولمحبي مولانا الشيخ، اغفر لنا ولجميع المسلمين ولجميع المؤمنين بدون النظر إلى أعمالنا وأفعالنا وغيبتنا. يا رب اغفر لنا وارحمنا، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا وزكاتنا وحجنا وعمرتنا، وتقبل منا صلاتنا على النبي المصطفى، وتقبل منا هذه الجمعة المباركة يا ربنا يا الله. اللهم بجاه حبيبك المصطفى وحبيبك المرتضى، وبجاه أوليائك الكرام، وبجاه هذه الجمعة المباركة، وبجاه سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني، أن تدعو أن تغفر لنا ذنوبنا وتطهرنا من كل ذنب كبير أو صغير يا ربنا يا الله، ومن كل غيبة كبيرة أو صغيرة، ومن كل نميمة كبيرة أو صغيرة يا ربنا يا الله. تقبل منا واعف عنا واغفر لنا شأننا وشأن المسلمين وشأن المؤمنين وشأن الجميع يا رب. واهل الناس إلى الإسلام يا ربنا يا الله، واعف عنا وأنت بعمر سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني بعمر إدراك عصر صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام. يا رب يا الله، جئناك بحبيبك المصطفى، وجئناك بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني، طرقنا هذا الباب لمحبة شيخه، والجميع طرقوا هذا الباب لمحبة شيخه. فأصلح قلوبنا يا الله، وأصلح إيماننا، وأصلحنا يا رب يا الله، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم، وانصرنا على القوم المفسدين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وافتح لنا طريق باب الشام يا رب يا آمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.